نبي كان صلى الله عليه وآله وسلم وحولي هاي أفر الرماد هذي لحدة ذيهين أفر الرماد هذي لقاه له أو كسي فيسنته أو كت المامنته إلهي كوافتشيه وهي الدنيا كلافة وحبك على ما مقنع واحد الدنيا كاغا فيلم بو إلهي كسيهي واحد الدنيا كاديقو إلهي كسيهي كراس تهدا ملكي جاهدا جاهدا حول هيدا عرور تهدا وحي الدنيا كلافة وحبك على ما مقنع مر هدي إلهي كسيهو أفر الرموت أفر تعريمون نبي محمد صلى الله عليه وسلم حفظ أمانة أمانة ذا إن الحفظ ذه أمانة ذا إلى ليه أمانة مرك لقها الله يوم معناه ضمها وحدتك كجو آمنين كلية لكن وحي كب الله بتوحي ألا كجو آمني محا أذي ربي قايدين لحمري تبارك وتعالى محو كجو آمني وأنا بدع ليس كلوي ربي قال تبارك وتعالى بلن بالله شيء عهد بات قشي أمانك وأماني استي أمانة دي ربي قال إلالي حلبك صار وتكاليفك صاري أمانة الضوء ماذا قال الله حيثي كو أمانين كو أماني استينا إلالي سر أي كو أمانين حول أي كو أماني استين أمانة إلالي الله قرآنك وحينا وشيغي عليسك إليه أماندو وحي رب إليه أماندو وحان أبن لقني سماواتك يرللك يبورها ويديدين أماندو إني قادان وينكبقين عليسك إذي قادت هذا وحملها الإنسان إنسان باستونك أرتي وقاتي وحي سمادو كعذر دارتي ورللك كعذر دارتي وبورها ضركتين كعذر دارتين ويقادي وايرو كبقين إنك أتونك سارنا يوضبرك أردن لي الله وحيد تبارك وتعالى ابن آدمك مركو أمانة قادي جاهل نووها ظالم نووها أمانة إلى المرك أمانة خلقك كو أمانة استانة إلى لي نبي نوح ونوشا صلى الله عليه وآله وسلم آخر الزمان كإني أمانة بابه دونتو دتكن اللقواي دون الروح آمنة إلى اللقي إلى هذو الرهبل وقبيل لن رهبل وحا كل حجرة نين آمنة روح آمنة كجرة وامد ما أنت تطالوه أمانة دي وارد ما تتي أغس الرئيسي تي رب الله لقالي مسؤولية دي أمدى تي خاص كاهي تي اللي سود لي بناي شركة ذي هي وحياله اللي وذاقي أمانة ذي وعد متي واتان نبي قصي الشيخ سلوات ربي وسلام عليه أمانة ذا إلالي قضب كالبا ذي وحوي النبي قحر صلى الله عليه وسلم صدق حديث شيك الرنع هذا الكاقي الشيك هذا إن أتكرن شيك توت بنت إسكيلاليس ما هي اللي سيد النبي ونوشة صلى الله عليه وسلم روح مركو رنت لازمه بينتنا كفو قادو رنتاسي وحي كهنو نساء و اي اتشيدا وحكستو وناقا صدق يهدي الى البر بر قوح اللي لها ذا مجامع الخير خير اوطلن ماشو كوكو ما بر قال لها سيد ازدردت رنتو وحي كوتشيدا يساء وناقا اوطلن وناجا أي رنتو كوتشي دينا وحو كوتشي ديا إساقنا السبب كوغن نقونا يا إنا تشنادا قشو روحو إنو رن شيغي يو كود دالا يو كزولي ما يبو نبي صلى الله عليه وسلم إلا إله أكتي صلى الله قرو رن بداني كي رنتا بدنا سيدا سدراد ديت رنتا كود دالا بينتا كعر بينتو ودقا المنافق وي نبي جاء نمركو تلمام أي علامات كمنافقين تلقوا كرت صلى الله عليه وسلم وحوك بالله إذا حدث كذب مركو شاكين يو بامبو شاكا أما وركو شاكا يا أسل كيسو بانية أما وركو أصل بولية لكن بامبو كحر نيا أو كقرحين يا علامات كمنافقين توا
مرك سنتو كود دال بنتنا كفو قضب كسد حادي النبي قوحي صلى الله عليه وآله وسلم حسن خليقة ضبي عد وناك إيادقا وناك الضومة إلهي تبارك وتعالى إن المعاملة ضد هجاتي سوء حقوق ذا يقوليه إن إناد قدتو إناد وجهك أفرتو حضلك إناد أدع دبعسو قعنت هذا إناد أفرتو إناد الضومة لقا وناكسن كلار لقا انتو خالق الناس بخلق حسن ضدك لقا وناكسن كلار لقا دبي عدا قيمها بدن لقا كا وناكسن يخلاق ذا وناكسني وحي كم يتاهي النبي محمد وحياله لله صدري إنه ذاتك قارسية صلوات ربي وسلام عليه وحي كم يتاهي وحيالها ميزان كحسناتك آخر وحيالها عسلية كو أقو مهم سين بي كم يتاهي وحل عليسة ميزان كحسناتك حسن الخلق أخلاق ذا ونكسن وحل عليسة مجر النبي قمال انت قيام ذا صلوات ربي وسلام عليه روح أخلاق ذا ونكسن لقنك ونكسني وحو قاريا أو دقن وناقيسي أخلاق وناقيسي كو قاريا ميت كمانين أردن نصومن هبين نصو تشيدي تاغن سلاة و تاغن درد شديسو كو قاريا مرك أخلاق دو وناقسني وحسهلا ما وادق إلهي با إلهي بحيوه تبارك وتعالى سيدو كالوحي كتما دا إنو أدونكو إسكر هذيو نفتيس كل ليليو بدوا أصلو إلهي با بحيوه قيبنا وحوي أدون كتربية يا ليلي النفتي سليليو إصبره إلهي كبحية تبارك وتعالى ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله وأسكو قصبدي إسكر هذين يتكلفوا وحيكو إسكوس أرور سنيسا أخلاق ذا ونكسن يدقن كونكسن وحيسكوس أرور سنيا أدوم ماذا واحد كولر لقنتا وحات شعشها إني كولر لقمان ميزان كاس النبي أنه بحية صلوات ربي وسلام عليه روحي شعلب النبي صلى الله عليه وسلم إن نار لقفقيه شنان لقليه قيردها أتما دا أسقو الله يمانتا آخر الرميسا دتكنها أولي ما دميتك أو شعليها إساق إني أولي ما دان وحات شعشها إن لقولر لقم دتك أولر لقان لبا ميزان إن هذا حيثتو من النفط هذا أغو ميزانتو من ضدك آد كولار لقنتو أغو ميزانتها سمين الله وحو إذيي وويل إيا هلاك إيا عذاب أبلان قاضي ضدك مركي حقوق دو در راد سنة يانا وحبان كتاقين فوق صدير لما يستع مركي حقوق دو قود يانا ضدك حقوق دو در نسقامية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ضدك مركي كبا يغنيان ويحقوق ضد قدن أيان وحبك متقان وإذا كالوهم أو وزنوهم مركي ضدك أبي يغيان أما أمي سام يغن حق قدن مركاسي ويخفيفين أيان ويقيم أيان لحجعلو يهن قري يوحبك قلي الله وحبه تبارك وتعالى كواسي سوما ملاين يا مي اوغا الى الله ما انت قيامته سو ساري دون ربك هرتغي دونان سدا اتشعش حقوق داد ان لوغو سيو ددك اوسي سدا اتشعش هي دقن وناكسن ان لوغو لا دقم ددك كولا دقن والا وحوي لما اوغلا ان ادغا نفتادنا او روناتو ددكنا اد او درناتو دقن وناكسن ددك كولا دقن هداد الهي رغتي سو وناك ربته تبارك وتعالى وحقوق ادمها هي خلق وجودو قدب كو دنبي النبي صلى الله عليه وسلم افرت شيء اي الدين بهدي الهي كوسيبا ادون ادن وخي كو دافاي وخبا كالا مقنين قدب كو دنبي النبي صلى الله عليه وسلم عفه في طعمه يعني دور صوني عن الدادة يعن تدادة يعبتان كاغا يهوي كاغا يحولها كاغا يدقالها كاغا يكسب كاغا إنه حلالية وهذه المهمة نبي قلنا وحوكوة المهم صلى الله عليه وسلم دين تينا قيبها الدين تو ايكا كوبنتا وحا او خير بدن بو نبي صلى الله عليه وسلم الورع خير دينكم الورع دين تينا وحا اوغو خير بدن حلال ميرشدا امي سالين اوغو هيا دد صلاة بدن وانصف كهرك بحن
imisaalay lagu hayaa dad aan umrada kala goynin ya xajka imisaalay lagu hayaa dad muxuu ahaay xasanaadkii khayraadka dhinacyo badan u tartamaya laakiin meesha lagu kala baxayo waxa weeye kasabkaaga iyo adduunyada markay ku hortimaado xalaasha miyaad ku gaabsataa mise waxaan ku cunimba waad cuntaa halkaasaa lagu kala baxayaa miisaanku halkaa weeye sidaas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu sal alla alayh wasalam kun warican takun acbada annaas waxaad noqotaa mid xalaal miirta oo xalaasha ku gaabsada waxaad noqonaysaa markaa addoommada midka ugu cibaado fiican cibaada waa halkaa markay naftaadu damac galo oo hunguri galo oo adduunyadu ku hor ororto oo dhalalaalkeedu kuu muuqdo oo ribadii iyo xaaraantii hortaada ay timaado oo aad istidhaahdo maya wallaahi maanta ka taajir halkaas weeye imtixaanku halkaasuu yaallaa waxaad u baahan tahay marka inaad isxakamayso arsaaqdaada ilaahay baa qoray kownkan intaan la dhisin baa la qoray uurka hooyadaadoo ku jiraa la qoray wixii ilaahay kuu qorayna waad heli biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ee intaad daahsato xaaraanta ha ku degdegin nin xaaraan cunay cibaadana ilaahay kama aqbalo baryana kama aqbalo aakharana culays iyo xisaab adag baa u taallee xalaasha ku gaabsada xaaraantana iska ilaaliya afartaa shay haddii ilaahay ku waafajiyo adduunya wixii kaa maqani waxba kaalaba maqnaa ammaanada ilaali runtana ku dadaal dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsanna khalqiga kula dhaqan cuntadaadiiyo cabitaankaagi iyo kasabkaagi iyo gurigaagana xalaal ka dhig salluu wasalimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم كن لهم عونا وظهيرا وأيدا ونصيرا اللهم انصرهم نصرا عاجلا وأيدهم بتأييدك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اقتلهم بددا اللهم شردهم شر التدبير يا أرحم الراحمين أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود وحلفاء اليهود وصهاينة اليهود والنصارى اللهم خذهم أخذ عزيز يا أرحم الراحمين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك